أنا ما أتفق على الإطلاق بما طرح اليوم في مجلس النواب، وأتفق على الاعتراضات اللي حصلت من داخل مجلس النواب على هذه التعديلات، وأؤيد بقاء القانون كما هو، وحصر بدبلوماسيي وزارة الخارجية العراقية أولا، زائدا الدرجات السيادية اللي مذكورة بالقانون، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، مجلس النواب، وكفى يعني. وايضا خارج وزاره الخارجيه عندما يعني تنتهي وظيفته في او دوره في مجلس النواب او غيرها، او في رئاسه الجمهوريه او في مجلس الوزراء يعني كمستشار او غيرها، ما اعرف بالضبط، يتم سحب الامتيازات، اي امتيازات، ومن ضمنها جواز السفر الدبلوماسي.